2010 رحت بعد المباراة بعد أم درمان المباراة الفاصلة، ورحت بعد كأس إفريقيا اللي انهزمنا 4-1 وشفنا لاعبين كساسوا أحمد حسن. كانت عندك استفزازة تامين؟ لا والله ما كان هذا الشيء كامل، بيان وكونترار أمير سعيود كان في الأهلي هذيك ليبوك، كنا نتلاقى ونفطروا كيف كيف، نقصروا كل يوم في الهاتف، تقدروا تسقسوا أمير على هذا الشيء. استقبلني أحسن استقبال. بالنسبة للاعبين اللي كنت تحدثت عليهم الآن، أحمد حسن ميدو أحسن استقبال. داير كي كنا مع الاسماء رايحين باش نلعبوا لا دومي فينال تاع الهلال السوداني، جا حوس عليا في المطار وقال لهم امين عوديه وشيكابالا ثاني كلي، نحييهم بالمناسبه عبر تحيه يعني الحق يقال رغم الحساسيه المصريين. وثاني كنوجه التحيه لمناصرين تاع الزمالك اللي حطوني فوق راسهم، والحق يقال ان شاء الله تكون مباراه طيبه. عوديه زملكاوي ولا اهلاوي؟ انا زملكاوي 100%.